خلينا نرحب بواحد من نواب المحافظين، وزي ما قلنا والتقرير قال ان في نواب لوزراء ومساعدين وزراء ونواب محافظين، ونشوف هذه التجربه كانت عامله ازاي النهارده في اليوم العالمي للشباب. الاستاذ عمرو عثمان هو نائب محافظ بورسعيد. استاذ عمرو مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ عمرو. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب وحضرتك بخير. الله يخليك. قل لي تجربتك كنائب محافظ، والنهارده احنا بنتكلم على استحقاق انتخابي، ايه الادوار اللي كانت منوطه بحضرتك؟ ايه المهام اللي حضرتك بتقوم بيها؟ وتجربتك بصفه عامه في هذا المنصب المهم في محافظه مهمه زي بورسعيد. شوف، خليني بس في الاول كده يعني اتكلم على تجربه نواب الشباب زي ما كده حضرتك قلت، واضيف بس حاجه بسيطه كده على التقرير اللي انتوا كنتوا عرضتوه من دقيقتين وانا معاك يعني في الانتظار للمكالمه. حضرتك كنت قلت ان هم 8 نواب محافظين للشباب تقريبا في التقرير. في التقرير هم الحقيقه اكتر من كده. هم الحقيقه اكتر من كده. ونواب المحافظين في الحركه التصفيق. الاخيره اللي كان شهر 11 كان فيها حوالي 6 نواب محافظين من تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين، وتقريبا عدد زيهم او اكتر من البرنامج الرئاسي للقياده، واكتر منهم كمان مستقلين ومن باقي الاحزاب المصريه. فاحنا كنا اكتر من 23 شاب وشابه، فيعني للاضافه يعني اشكرك التقرير. وتاني حاجه يعني بحب بس اضيف ان هو العدد ده كله تجربه تنكيل الشباب دي ما كانتش هتحصل ولا هتتكرر غير بوجود يعني القياده السياسيه اللي موجوده، سياده الرئيس اللي موجود يعني. اضافه للمعلومات برضو، واحنا الحمد لله يعني ممكن اقول ان التجربه دلوقتي اللي موجوده والقياده السياسيه فعلا فعلا يعني احنا في ظل مرحله تمكين الشباب. يعني زي ما حضرتك كنت قلت، لو شفنا مساعدين الوزراء كلهم الموجودين في اغلبيه الوزارات الموجوده في الحكومه المصريه، لو شفنا نواب المحافظين زي ما قلت لحضرتك، بالاضافه لمعاونين كمان المحافظين. هو حضرتك خريج البرنامج الرئاسي يا استاذ عمرو؟ انا تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين. تنسيق شباب الاحزاب، عشان برضو الناس تكون معانا. تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين هم شباب بينتمي لاحزاب كتير جدا، كل الاحزاب الموجوده على الساحه فيها شباب، فالشباب دول وشباب تاني مستقل لا ينتمي لاحزاب قعدوا مع بعض ونسقوا مع بعض وعملوا ما يسمى بالتنسيقيه. مظبوط مظبوط. فعايز اقول بس ان احنا فعلا في فرصه دلوقتي مش موجوده وما كانتش هتبقى موجوده من غير سياده الرئيس ان هو يبقى موجود. وحضرتك كمان شاركت معانا كتير وقدمت يعني جلسات كتير في منتديات شباب العالم، شايف قد ايه الدوله بتدعم الشباب. وكمان الفكره تطرقت ان احنا يعني الدوله بقت مثال، لدرجه ان احنا عملنا كمان المنتديات بتاعه الافريقي، الشباب العربي الافريقي، وعدينا المرحله دي كلها. فيعني انا وزمايلي الحمد لله يعني اخذنا فرصه الحمد لله بنحاول ان احنا نستغلها. استغلال الفرصه يا استاذ عمرو، عشان يعني تمام. انا عايز ارجع اسمع من حضرتك الكلام ده، عشان البعض يتخيل يقول ايه، طب هل المهام الموكله الى نواب المحافظين او مساعدين الوزراء من الشباب، هل هي مهام حقيقيه بيتحملوا مسؤوليات كبيره بيشتغلوا بجد، ولا هل هم مؤهلين لتحمل مسؤوليه؟ حضرتك نائب محافظ بورسعيد، ومحافظه بورسعيد هي واحده من اهم المحافظات واكثر المحافظات يعني اقول ايه موقع استراتيجي، اهميه سياسيه، حاجات اقتصاديه، حاجات كتير جدا يعني. يعني بالظبط يعني اوضح كمان حاجه، زي ما حضرتك كده بتقول بورسعيد هي يعني الحمد لله هي قاطره التنميه، يعني احنا بنطلق عليها المحافظه اللي الدوله يعني تعتبر بايلوت بروجكت بتجرب فيها الحاجات، يعني دايما بتبقى المحافظه رقم واحد في التحول الرقمي، رقم واحد في هيئه التامين الصحي الشامل، رقم واحد في حاجات كثيره جدا الحمد لله. فهي قاطره التنميه في مصر، حتى الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس اغلبيه المشاريع او يعني الهيئه موجوده في مدن القناه، بورسعيد بتحتل يعني مركز الحمد لله، يعني ممكن اقول ان هو مش عشان انا موجود فيها يعني نائب محافظ، بس ممكن اقول ان هو الحمد لله مركز كويس. لما نيجي نبص على التجربه هنلاقي ان الحمد لله انا نائب محافظ بورسعيد ماسك ملفات كثيره جدا. الموضوع مش موضوع اللي هو صوره ولا زي ما حضرتك بتقول، لا ده في متابعه من دوله رئيس الوزراء، متابعه يعني دؤوبه، احنا بنقعد على طول معاه وبنحضر اجتماعات مجلس المحافظين، وفي تقارير على طول رايحه جايه، في ملفات كثيره جدا مسنده لنواب المحافظين. يعني اقربها في الفتره الاخيره دي، طبعا حضرتك عارف عن التراخيص وملف التصالح والحاجات دي كلها، دي مسنده لنائب المحافظ هو اللي بيتابعها على مستوى الجمهوريه. عظيم. في ال 27 محافظه اللي موجودين هتلاقيه هو اللي بيتابعها، كل نواب المحافظين. يعني هو كان تكليف
بالاضافه ان حضرتك بتلاقي يعني بتلاقي دايما المحافظ بيفوض النائب بتاعه في مجموعه ملفات ثانيه كتير جدا في محافظات، مثلا عندي التحول الرقمي او التامين الصحي او مثلا المشروعات القوميه او المشروعات المحليه. انت بتشتغل في كل حاجه، انت حاليا التجربه ما بقتش زي زمان، لا في تركيز مع النواب المحافظين ان هم دول يبقوا الجيل الثاني ويجي بعدهم الجيل هو الثالث ده اللي كنا دايما بنتمناه يا استاذ عمرو، فكره ان يكون في اجيال، ما يبقاش في شخص واحد بس هو اللي موجود وفي جاب وراه كبير او في فجوه كبيره جدا ما بين اقرب مسؤولي، لا النهارده في صف واثنين وثلاثه واربعه والكل جاهز يشتغل. بالظبط. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا للاستاذ عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، شكرا جزيلا لمشاركه حضرتك معانا.